الركن الأول من أركان الإسلام تقول أشهد. ما معنى أشهد؟ أشهد يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي. معنى تقول إمّا تقول الإسلام كوني مسيدك كون ونسيدا قولنا كأقر كبرنما حالا دونك دنجل ما قولي ترى دون ترمى دي. نعم. اللا إله أي لا معبود، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، كل ما عبد من دون الله عبادة باطل، أكفر بما معبد من دون الله واثبت العبادة لله وحده لا شريك له. جنسا إني جو أن لا أشر أن لا إله هريك وريو دن لا أنقل كريوتك وانا الله سبحانه وتعالى إمورده بيجي ريوتك. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين. معنى ويقو غوكم قول توحيد لا إله إلا الله نو كو مادي دي مادر انه يوي اندر توغال دي. لو اسقطنا عمود من العمودين انهار البناء، سقط البناء. ستاي وني ان توغال دي غوتا اللي بي غوتا حنكا دي هاي مادن يعني. الركن الاول تكفر بجميع معبد من دون الله، الركن الثاني تثبت العباد لله وحده لا شريك له. كون دي وني ان توغال دي ارانون انكو ايد كلامك وريتك وانا الله سبحانه وتعالى نون توغال ارمانغال توغال ديمانغال تابينتنا الله سبحانه وتعالى كانكو غوتا ديوانغال. نعم. وتشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بشر عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب، تميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا. معنى إمّن دون سيدو دائرة واندما نلا صلى الله عليه وسلم كو جيادو الله وريوتاك كو نلا دو الله وفنتاك كو وني كو سيرتني حقوني من نلا صلى الله عليه وسلم كان كو الله ونشبني وحي هوري مأبي. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. كوبيتون افطر ان الله صلى الله عليه وسلم قال ما بيجي كوب يامري ان ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به غونغين ان الله صلى الله عليه وسلم امر بيجي قال ما كوب همبيتين واجتناب ما عنه نهى وزجر نبتعد غايه البعد عما نهى عنه نجعله في جانب ونحن في جانب اخر وقتن وقتن تيمون تيسك امر كون الله صلى الله عليه وسلم هديينكم ب كوب هديينكم وانا سينغو ان يار سينغو والا نعبد الله الا بما شرع الا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نتبع ولا نبتدع في دين الله والله اعلم معنا نور يرق ودنا صلى الله عليه وسلم كون نلا دو الله دي ريورتا الله سبحانه وتعالى سيونا كون نلا دو شر ولنا امور الشر يا ماكم تكاري هر ريورا دي هي هو دي الله سبحانه وتعالى سنا كون نلا صلى الله عليه وسلم يامري انكم